رامي فواز نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. رامي بدلك يعطيك العافية، أول شيء بدي على الصعيد الشخصي لأنه بعرف قد إيه تعبت لحتى ينجح هذا الحدث، امبارح صار يمكن بعض المشاكل، بعرف ما نمت كل الليل لحتى تطلعوا بالصورة اللي ظهر في اليوم. أول شيء الاتحاد اللبناني هو اللي تعب كله لعمل هذا الشيء، أنا وكل الشباب يلي ساعدونا هون، بتوجه شكر لطارق ولكل أعضاء الهيئة الإدارية. غياس آخر النهار يعني اللي بيشتغل على طول بمحل معين، نحن منا بتعرف إدارة الاتحاد اللبناني منا إدارة فيها مان باور كثير، سو لما يكون عم تعمل ايفنت واحد ورا الثاني بيبين عنا الأخطاء، مش غلط إنه يبين عنا شيء، المهم نعمل الايفنت، الحمد لله نجحنا فيه إنه عملنا الايفنت، هي أول شغلة، ثاني شغلة إذا لاحظت هالجو كثير حلو بين كل اللعيبة عائلة كرة سلة اليوم بسكتبول. يعني هي الاسم الأهم نفسنا تنشن موجودة بالبطولة، العالم كلها انبسطت ارتحت شوي، حلو هذا الايفنت يصير كل سنة، آخر شيء كل العالم تلعب هاللعبة فور ذا فن لأنه بتحب هذه اللعبة، وحلو يعبروا عنها بهذه الطريقة. والأهم هو دعم لمنتخب لبنان، يعني دعم منتخب لبنان ما لازم يوقف هون، لازم على طول يكفي دعم منتخب لبنان، برنامجنا طويل كثير هذه السنة، حطينا عنوان لهذا الايفنت إنه دعم للمنتخب، ثانك يو لكل الجمهور اللي إجا، كثير شفنا هيك العالم مبسوطة وإجتنا بعض الكومنتس هي بتفيد لقدام، كثير منيح هذا الشيء. بقول لك ثانك يو لك وللإكيب اللي معك. ان شاء الله وجباتنا. ان شاء الله الامور بتضل ماشيه لقدام وبنرجع للجد جمعه الجايه لبطوله لبنان. اكيد ثانك يو رامي فواز نائب رئيس اتحاد بيلا كره السله.